عندنا الموضوع الندوة اليوم حول معهد تكوين في مهن محاربة الأمية، وهو أحد الأوراش التي أطلقتها الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ضمن استراتيجيتها الوطنية وخريطة طريقها 2023-2027 من أجل النهوض طبعا ببرامج محاربة الأمية عبر تجويد التكوين في مجال المهن المرتبطة بمحاربة الأمية، وهي المهن الأربعة: مكونين والمؤطرين محاربة الأمية والمدبرين والمشرفين. الهدف الأساسي من هذه الندوة العلمية اليوم التي تنظمها الوكالة الوطنية محاربة الأمية بشراكة مع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وفي رحاب مقر المجلس، هو طبعا تقاسم تجربة المعهد مع الخبراء الوطنيين والدوليين من أجل طبعا النهوض بهذا المعهد وتطويره، قصد طبعا جعله مؤسسة من مؤسسات ورافعة أساسية في مجال التعلم مدى الحياة. اليوم تنحضروا لواحد الندوة علمية بخصوص مشروع مهم جدا، وهو مشروع إرساء معهد التكوين في مهن محاربة الأمية. وهذا المشروع هذا هو تمت البلورة ديالو وتم الأجراء ديالو في إطار اتفاقية ثلاثية ما بين الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والاتحاد الأوروبي بالمغرب وكذلك مكتب اليونسكو بالرباط. والندوة ديال اليوم هي ندوة ديال تقويمية لهاد الفترة ديال البلورة وديال التجريب ديال هاد المشروع.